بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة ثانية بعنوان Deformation, Strain and Stress، يعني تشوه الانفعال والإجهاد. أول حاجة نجون عارفوا تشوه Deformation. Deformation هو التغير في الشكل، الموضع أو الحجم لأي صخر أو جسم استجابة للقوى المؤثرة عليه. Deformation نقدر نحسبوه بمقارنة الصخر في حالته الأصلية قبل التشوه بالصخر بعد التشوه. نقارن الصخر قبل التشوه والصخر بعد التشوه، نقدر نحسب شنو الديفورميشن. الديفورميشن نقدر نصنفوه الى نوعين اساسيين، واحد ريجيد بادي ديفورميشن، واثنين نون ريجيد بادي ديفورميشن. ريجيد بادي ديفورميشن فيه الترانزليشن وفيه الروتيشن، والنون ريجيد بادي ديفورميشن فيه فقط سترين. نجي للريجيد بادي ديفورميشن. يقول ان الريجيد بادي ديفورميشن يحدث لما الصخر يتحرك او يدور موفز او روتيت بدون ما يصير في اي تغيير في الشكل. يعني عندي على سبيل المثال ترانزليشن، اللي هو يقول لك ان اثناء ترانزليشن كل نقطه في الصخر او الجسم يصير لها نفس عمليه الازاحه، يعني مش حيصير فيها اي ديستورشن، انحراف او تشوه او تغيير في الشكل. على سبيل المثال اللي في الصوره عندي مكعب على اليمين، هذه هي صار لها عملية ترانزليشن لما كان موضعه في الصورة على اليسار. أيضا في الروتيشن هي نفسها، المكعب على اليسار المبهت هذه هي صار لها عملية ترانزليشن إضافة إلى روتيشن واستدارة، لكن الشكل هو هو. لما نجي نقارنه مع الشكل السابق هو نفس الشكل، ما صارش فيه أي تغيير في الشكل. إذا rotation is the same as translation، هو نفس translation only with a rotational component، لكن بإضافة شنو؟ عملية استدارة. نجي لـ non-rigid body deformation، واللي قلنا فيه هو نوع واحد وهو strain. strain نقدر نقوله is the change in shape of a rock body during deformation، هو التغير في الشكل الصخر أو لأي جسم أثناء تشوه. أعطيني هني هي صورة لحفورة، نوع من الحفير الفوسيلز اللي هي اسمها تريلوبايس، عاشت في عصر الكامبريان الباليزويك. الحفورة دي طبعا صارت لها عملية تشوه، ممكن انتم مش حتى تكونوا واضحة عندكم، مش عارفين شكل الحفور الأصلي، لكن هي صار فيها نوع من التشوه شيرينج في الاتجاه الضياهي. عندنا مصطلحات لازم نعرفها في السترين. في عندي كلمة اسمها continuous discontinuous، كنا عارفين شنو هو continuous discontinuous. continuous متصل، discontinuous غير متصل. لما نجي نحكي على continuous يقول لك ان strain properties، يعني خصائص الانفعال تتفاوت بشكل متشابه خلال شنو؟ خلال الجسم او خلال الصخر اللي صار له تشوه. يعني نفس ما وضعنا هنا في الصورة اللي على اليسار اللي هي fault continuous، نفس الجسم متفاوت، نفس التشوه تفاوت بشكل متشابه. يعني يصير في عندي انا انكلاين، في عندي انكلاين، ما صارش في اي تغير ثاني، يعني الجسم قاعد في حاله متصله. بينما الديسكونتينيوز يصير في ابرابت تشينج، تغيرات متفاجئه على السطوح او انكسارات في الصخر. يعني انا عندي كتله واحده، كانت كتله واحده وصار فيها انفصال، يعني انا بقت كتله متصله، كتله واحده قعدت وصار فيها فعلا في تغيير، لكن الكتله قعدت واحده متصله، التغير متشابه. اما هنيا هي فصار في انفصال مفاجئ، اذا هذه هي discontinuous. نجي للهوموجينيوس وهيتروجينيوس ديفورميشن. هوموجينيوس تعريفه هو deformation occur where deformation is constant across a rock body. طبعا يصير في عند deformations اوكي، لكن الديفورميشن حيكون متشابه ثابت على طول الصخر او على طول الجسم اللي صار للتشوه. بينما الهيتروجينيوس اللي هو تشوه يحدث لكن يتفاوت على الصخر، متغير. على سبيل المثال عندي نقطة A هنا homogeneous deformation، نلقوا ان الستريت لاينز هذين الستريت لاينز كلهن قعدن ستريت لاينز، حتى بعد نفس في المكعب الاول الباهت اللي في الخلف هذه في المكعب الجديد نفسه اوكي، صار في تغير في الشكل، بدل ما كان مكعب قعد شوي مستطيل، لكن الخطوط المستقيمة كلهن قعدن نفسهن مستقيمات نفسهن في الجسم الاول وفي الجسم الثاني. بينما نجي للهيتروجينيوس، الهيتروجينيوس نلقوا فيه اختلافات، المكعب الاولي والمكعب الثاني فيه فرق، يعني خطوط مستقيمه ما عادش قاعده خطوط مستقيمه، صار لهن عمليه تشوه. هذا هو الفرق بين هوموجينيوس والهيتروجينيوس.
هنا مثال ثاني اللي هم جينس هيتروجينس اخر مش جاي نشرحه. نجي ما زلنا في السترين باراميترز، سوري نحن نبدا في السترين باراميتر. السترين باراميترز اول شيء عندي لونجيتيودنال سترين وعندي انجولار شير سترين، هذين اهم شيء عندي في السترين. السترين اللونجيتيودنال سترين، لونجيتيودنال سترين يقول لك انه هو في اتجاه واحد 1 دي دايركشن، يعني هو تغير في الطول، مش حنقدر نوصفه اكثر من هو عباره عن تغير فقط في الطول. يعني قبل ما نحشر عليه نقول ان في عندي اثنين elongation، في عندي اثنين longitudinal strain. اول حاجه عندي نيجاتيف وعندي بوزيتيف. نيجاتيف لما يصير في عمليه تقصير في الجسم. عندي في الصوره هنياهي هذا عرق، عرق كوارتز، فراغ معبى بالكوارتز في جسم صخري. العرق هذه كان مستقيم خط واحد، لكن لما تعرض الجسم للتشوه صار لعمليه شنو، عمليه تشوه بالشكل هذه. يعني بدل ما يكون طوله من خلينا نقول من هنا لهنياهي، بالعكس قعد طوله توا من هنياهي صار الطول، اذا صار في تقصير، اذا هو نقول عليه نيجاتيف. نيجاتيف فور كونتراكشن، كونتراكشن اللي هو التقلص. بينما يقعد بوزيتيف ايجابي لما يصير في اكستنشن، استطاله. عندي هنياهي صوره لاحفوره نوع من الاحافير هنياهي صارت لها عمليه استطاله، اذا فهذه نقول عليه نحن بوزيتيف لونجيتيودنال سترين. نجي للانجلر شير سترين اللي هو اهم شيء عندنا. الانجلر شير سترين، الانجلر شير سترين از سترين ان 2 دي، في ان بلين، ان بلين 2 دي اور ا تشينج ان انجلس، يعني تصير في تغير فيش في اضافه للطول، يصير في تغير حتى في الزاويه. لما نجي نعرف انجلر شير سترين از ذا ديفليكشن، هو الانحراف في ان اورتوجونال ماركرز، في الخطوط المتعامده. انحراف ايش؟ في الخطوط المتعامده. This is the change in angle between a pair of lines that were originally orthogonal، اللي هو تغير في الزاويه بين خطين متعامدين، خطين زوج من الخطوط كائنات في الاصل ايش؟ متعامدات. اذا ما زلنا في الشير سترين، لما نجي بحثنا في الصوره على اليمين، الاشكال على اليمين هذه هي الصوره الاولى، لاحظنا الخطوط هنيه هي في الحاله الاصليه before deformation، وهنا الحاله على اليمين في الحاله الثانيه بعد التشوه. نجي لاحظنا الخطين هذناهي في قبل التشوه كانت لهن عند الزاويه، الزاويه هذه هي لما صار لهن تشوه، صار الجسم تشوه، تغيرت الزاويه هذه، كبرت، تغير فيها الحجم بتاعها. هذا هو نطق عليه نحن الشير سترين. اذا هذين كانوا خطين متعامدين اوكي في الحاله الاصليه، لما صار عمليه التشوه صار في تغير للزاويه بيناتهم. نفس الشيء الشير زي ما اللونجيتيودينال سترين عنده في بوزيتيف ونيجاتيف، نفس الشيء عندي في الشير سترين عندي بوزيتيف ونيجاتيف. امتى يقعد الشير سترين بوزيتيف؟ لما يقعد في اتجاه عقارب الساعه، لما يقعد الديفليكشن الانحراف في اتجاه عقارب الساعه. بينما يقعد نيجاتيف لما يقعد انتي كلوك وايز ديفليكشن، يعني يقعد انحراف عكس عقارب الساعه. على سبيل المثال عندي الصوره هذه هي، في الصوره هنا بيوضح لي انه هو انا عندي هنا هي باروز، حاجه اسمها باروز يسموا فيها تركيب جيولوجيه، يسموا في الجيولوجيا حاجه اسمها باروز. الباروز هذه هي كانت في الواقع هي عموديه، كانت متعامده موازيه للخط الابيض، هي كانت موازيه للخط الابيض، لكن لما صار لها عمليه ديفليكشن تعرضت لشير سترين اصبحت موازيه. اوكي قلنا ان الباروز هذه هي كانت متعامده، يعني كانت موازيه للخط الابيض، من ثم صار لها عمليه انحراف، صار لها في صار في عندنا شير سترين، فاصبحت موازيه للخط الاصفر اللي هو موجود عندنا في الصوره، الخط الاصفر المتقطع. اذا الزاويه ما بين الجسمين، ما بين الخط اذا مقدار الزاويه اللي هو ما بين الخط الاصفر والخط الابيض، بالنسبه لمقدار الزاويه ما بين الخط الابيض والخط الاحمر اللي هو الخط الاحمر اللي يمثل البيدنج بلين، ماهوش واحد. هنلاحظ ان الزاويه كبيره ما بين الزاويه قائمه ما بين الخط الابيض والبيدنج بلين، بينما الزاويه نقصت وبعدها تقريبا ما يقارب ال 50 درجه ما بين الخط الابيض والخط الاصفر. اما الاتجاه اللي صار فيه الديفليكشن فهو الاتجاه اليسار اللي هو عكس عقارب، اللي هو الاتجاه هذي اللي هو عكس عقارب الساعه. بعد ما كانت فيرتيكال بشكل هذي صار عمليه ديفليكشن وقعدت بشكل هذي عكس عقارب الساعه، نقدر نقول عليه هذا نيجاتيف
شير سترين. نجي للسترين إليبس. السترين إليبس هي طريقة تمثل لنا كمية الانفعال اللي تعرض لها الصخر، كمية التشوه اللي تعرض لها الصخر. إيش تقول السترين إليبس؟ السترين إليبس طبعا نلاحظوا عندي في الصورة على اليسار أن الجسم الأولي كان عبارة عن دائرة متقطعة. الدائرة المتقطعة هذه هي فرضا أن هي تعرضت لعملية تشوه وأصبحت شنو؟ أصبحت الشكل البيضاوي اللي نشوفه فيه نحن هذه. داخل الشكل البيضاوي أنا عندي هنياي، عندي محاور، عندي X وعندي Z وعندي lines of no finite longitudinal strain. نجي نشوفه شنو يصير عندنا نحن لما نتعرض الجسم للتشوه، شنو يصير عندي في المحاور هذه. بيقول لي إن lines that are parallel or close to parallel with the Z axis will contract، يعني الخطوط الموازية للمحور Z أو شبه موازية للمحور Z حتصير لها عملية تقلص، حتصير لها عملية shrink contraction، بينما الخطوط الموازية أو شبه موازية للمحور X حيصير لها عملية إيش؟ عملية استطالة. And lines that are parallel or close to parallel to the lines of no finite longitudinal strain will undergo contraction followed by elongation. الخطوط الموازية أو شبه موازية للخطوط هذينا 1 2 3 4 حيتعرض لعملية contraction مطبوعة بعملية إيش؟ مطبوعة بعملية elongation. بيقول لي هنيه إن lines اللي هي تكون lines of no finite longitudinal strain تفصل لي المناطق اللي هي تمثل الخط اللي بالأصفر هذه هي اللي هي تمثل elongation areas، بينما المناطق اللي باللون الأزرق هي contraction areas. أيضا يقول إن where orthogonal lines of the strain indicators are parallel with the strain axis, angular shear strain is zero. إذا كانت الorthogonal lines أصبحت موازية أو شبه موازية للمحاور هنا X and Z، مش هيكون في عندي إيش حاجة اسمها angular shear strain اللي هو ذكرناه، مش هيكون في عندي angular shear strain لأن الخطوط المتعامدة أصبحت هي نفسها موازية أو شبه موازية في الجسم الثاني، ما صارش فيه أي تغيير، ما صارش فيه أي انحراف في الزاوية. هنيه بيحكوا على نفس الشيء على angular shear strain. أمتى يصير في عندي angular shear strain؟ عندنا المحاور ال X and Y، ال X وال Z. طبعا ال X وال Z لو أنها أصبحن متوازيات، يعني بنفس وضعية الإلبس اللي شفناها عندنا في الشكل السابق، بنفس وضعية الإلبس هي الشكل هذي هي تعرض للتشوه الشكل الأول، وكانت المحاور بتاعها متعامدة على بعضها بنفس وضعية المحور في السترين إلبس، مش هيصير في أي نوع تشوه، الزاوية هتقعد هي أوكي. نفس الشيء في المثال B، بينما في المثال C الزوايا الـ X and Z أصبحت بشكل مائل بزاوية بالنسبة للمحور شنو؟ بالنسبة للسترين إليبس. إذن لما نقرأ التعليق اللي تحت يقول لك إن A and B have their orthogonal lines parallel with the strain axis and show no shear strain during deformation، بينما في المثال C is at angle to the strain axis is at angle to the strain axis and show shear strain during deformation. حتعطيني shear strain لأن المحاور اللي متعامدة هذه هي مائلة بزاوية بالنسبة ليش؟ بالنسبة للسترين إليبس في المثال السابق. بينما في الأمثلة السابقة اللي هي B and A قاعدة على نفس الوضع، قاعدة مش بزاوية، موجودة يعني بشكل متوازي أو شبه متوازي، نفس المحاور Z موجود موازي لمحور Z والX موازي لمحور X. نفس الشيء هنا ياهي المحور X محور X موازي محور X ومحور Z موازي للمحور Z. نجي لحاجة اسمها pure shear and simple shear. The pure shear is a coaxial deformation. Contraction and elongation are parallel to the strain axis. يعني ال strain axis هتقعد هي نفس الشيء، ما صار فيه أي تغيير، حصير في elongation وحصير في contraction اللي هو، لكن هتقعد موازية أو شبه متوازية. So there will not be rotation of the axis from their original position. إذن pure shear عندي الدائرة لما تعرضت للضغط وأصبحت بالشكل البيضاوي هذه هي، المحاور قاعدة ثابتة، ما صارش فيه تغيير، فهذا نسموه فيه نحن pure shear أو coaxial deformation. بينما simple shear اللي هو مش هيكون طبعا، هيكون non coaxial deformation اللي هي أثناء تشوه the strain axis rotate،
أثناء عملية التشوه صار عملية استدارة لشنو؟ للمحاور، للسترين أكسس. إذا هذا هو الفرق ما بين السيمبل شير والبيور شير. الستريس، الستريس نحن طبعا المفروض عارفين هو ايش تعريفه، لكن نعرفه من جديد. Stress defined as pair of equal and opposite forces acting on a unit area of a rock body. الستريس اللي هو الجهاد نعرفوه انه هو زوج من قوة متضادة متساوية تعمل على شنو؟ تعمل على جسم صخري ذو مساحة معينة. يعني الستريس يساوي القوة على المساحة. الستريس and strain. Stress versus strain, the two most important terms used throughout this course are stress and strain. هنا بيقول لي في نظر المهندس وفي نظر الجيولوجي ايش الفرق بين stress and strain. الجيولوجيين المهندسين، مهندسين المدنيين هذول متعين انشاءات وكذا، يطبقوا في جهد عشان يعرفوا شنو صار، شنو كيف حيطلع عند السترين. يعني يطبقوا في جهد على عينات خرسانية علشان يشوفوا نوع التشوه اللي حيصير، قداش قوة التحمل حتتحملها الكتلة الخرسانية هذه. بينما الجيولوجي ينظر للسترين، ما عندهش هو جهد باش يطبقه، هو عنده صخور صار له عملية تشوه، يبي يعرف مقدار الستريس اللي سبب هذا، شنو هذا السترين. هذا هو الفرق بين الرؤية اللي يشوف فيها الجيولوجي والرؤية اللي يشوف فيها شنو المهندس المدني او المهندس الجيولوجيكال انجينيرينج او اللي هو. إذا stress is defined as the force applied to something per unit. Strain لما نجون عارفوا الstrain طبعا هو نفس التعريف، نفس المفهوم ما بين التعريف الضياء والتعريف السابق. أما بالنسبة للstrain is the amount of deformation something has gone through relative to its original shape. هي مقدار التشوه اللي تعرض له الجسم بالنسبة إلى شنو؟ إلى وضعه الأصلي. إذا الانفعال هو نتيجة لشنو؟ نتيجة للإجهاد. الإجهاد هو اللي سبب لي الانفعال. هنا عندي بعض التركيب الجيولوجية وشون علاقتها بنوع الستريس اللي سبب لنا. على سبيل المثال normal fault يسبب tension، reverse fault يسبب فيه compression، قوة compression هنا قوة شد هنا قوة ضغط. strike slip fault يسبب فيه shear. طبعا هنعرف بعدين شنو هو normal fault reverse fault strike slip fault، وآخر شيء عندنا هو fault يسبب فيها compression perpendicular to axial plane. الستريس already عرفناه شنو هو. How stress and deformation. الستريس طبعا لو انه هو ضغط، قوة ضغط، اذا حيصير في عملية ايش؟ حيصير في عملية استطالة على المحور العمودي وعملية contraction على المحور الافقي. بينما لو صار في عندي tension حيصير في استطالة على المحور الافقي و contraction على المحور العمودي. بينما صار في عندي shear stress اذا حيصير في حيصير في عندي انكلر شير او شير اللي عرفناه في السلايدات السابقه. اذا هذه صوره للتريل بايتس اللي هي كانت في اول صوره اللي قلنا الحفوره بتاع تريل بايتس، هذا الشكل الاصلي بتاعها كيف تكون وبعد عمليه تشوه كيف حيصير فيها. تايب اوف ستريس تنشن، شنو يعطيني او شنو يكون لي تنشن؟ زي ما ذكرنا انه هو يسبب لي فولت، يسبب لي نورمال فولت اذا شد باتجاهين مختلفين حيسبب لي شنو؟ حيسبب لي شد. اذا في النهايه بك حيسبب لي كسر، الكسر هذا حينتج لي فولت، نوع الفولت حيكون نورمال فولت. بينما الكومبريشن، الكومبريشن حيسبب لي اذا فولت اور اذا اذا قلت حيسبب لي فولت لو ان الكومبريشن بيربرتر تو ذا اكسل بلين، او حيعطيني ايش؟ حيعطيني reverse fault. نجي للمثال الاخير اللي هو الشير طبعا حيعطيني strike slip fault. اذا في قوتين في اتجاهين مختلفين ولكن بشكل متوازي، فحيصير في عملية shearing فحتسبب لي strike slip fault اللي هو موضع عندي على اليمين في الصورة. اريد عرفنا الstrain وقلنا هو deformation is relative to the size of the an object. Type of strain أنواع التشوه عندي elastic وعندي plastic وعندي brittle. الelastic اللي هو recoverable strain هو ممكن يصير في عملية رجوع إذا strain موش قوي. إذا قلنا الelastic فهو recoverable، أما plastic فهو permanent in strain يعني انفعال دائم.
اما البريتل حتى هو نفس الشيء، انفعال دائم لكن مع حدود كسر، اما بالنسبه للبلاستيك بدون حدود كسر. واخدينا نحن حكينا على الامثله هذه في المحاضره السابقه على ما اعتقد. هذه مثال للبريتل وللدكتايل. الدكتايل ديفورميشن هو حيصير في عمليه تشوه لكن من غير اي كسر، اما بالنسبه للبريتل فحيصير في عمليه كسر. امثله للبريتل سترين اللي هو سبب لي فولت بانواعها سواء ريفيرسين او نورمال او سترايك سليب فولت. اما البلاستيك فهي سبب لي في تموجات اللي هن قلنا عليهم فولدنج ستريتشنج او شيلينج. ميجرمنت اوف سترين، كيف بدنا نقيس السترين؟ السترين نحن نقيسوه في ثلاث اشياء نقيسوا فيها السترين. في السترين there are three types of things we can measure: change in length, change in angle, change in volume. طبعا بالنسبه للصور والمعادلات هذينا فالكلام هذا كلام يهمش، اهم شيء عرفنا ان length وangle وفوليوم. وهيك ان شاء الله نكون كملنا المحاضره الثانيه وان شاء الله موفقين باذن الله.